جنازات حاشدة لم تشهد لها بنجردان مثيلا، تجمع فيها الآلاف من المواطنين بمقبرة المدينة إجلالا لدماء المدنيين ورجال الأمن الذين فدوا مدينتهم بأرواحهم لإفشال مخططات المتطرفين. مات الشهيد، مات البطل دفاعا على أرضه، دفاعا على عرضه، دفاعا على شرفه. لم يكن مدبرا بل كان مقبلا، واجههم، قتلهم، رماهم برصاصه، لكن الموت كانت أقرب، فلا منجي من الله إلا إليه. ولتخليد ذكراهم اختار الأهالي تخصيص مربع في المقبرة أسموه روضة الشهداء، فخرا ومساندة للقوات المسلحة. من ناحية أخرى، لم يخفي البعض امتعاضه من ضعف التجهيزات الطبية بالمستشفى الجهوي. قاوموا في الإرهاب وعاملين خطة لمقاومة الإرهاب ومقاربة في مقاومة الإرهاب، وتنزلتوا على مقاربات تنموية في الجهة. شوفوا السبيطار ما عندناش فيه حتى بنك متاع دم، شوفوا قداش من وسيلة ناقصة. الشباب هذا راهو شباب يحتاج إلى مقاربات تنموية حقيقية. إن أردت أن تقاوم الإرهاب فقاوم الفقر، قاوم الجهل، قاوم البطالة. اعتزاز أبناء بنجردان بوقفتهم في وجه المتطرفين غذتها أخبار النجاحات الأمنية التي قضت على 46 متطرفاً خلال 48 ساعة. يوم استثنائي آخر مر على مدينة بنجردان، مواكب جنازات حاشدة وإصرار من المواطنين لتأكيد أنه لا توجد هنا حاضنة شعبية للتطرف، في الوقت الذي تواصل فيه قوات الأمن ملاحقة المتشددين الفارين نحو أطراف المدينة. هيمن الرزقي، سكاي نيوز عربية، من مدينة بنجردان، محافظة مدنين الحدودية.